أثار وقوع زلزال كهرمان مرعش والهزات الارتدادية الناجمة عنه خوف العراقيين من وضع السدود في نهري الفرات ودجلة، وذلك كون بعضها قديم ولم تجري صيانته منذ الغزو الأمريكي للبلاد سنة 2003. يمتلك العراق 7 سدود أساسية في المنطقة الشمالية الغربية، وقد أكدت مصادر عديدة أن هذه السدود تعرضت للإهمال ونقص أعمال الصيانة، لذلك فهي لا تتحمل الكوارث الطبيعية. هذا وقد صرحت وزارة الموارد المائية أن السدود في البلاد تعمل بشكل جيد ولم تتأثر بزلزال تركيا وسوريا، بينما أعلن علي رضا ثامر رئيس الهيئة العامة للسدود وخزانات المياه في بيان له أن سد الموصل وباقي السدود الأخرى لم تتعرض لأي ضرر نتيجة الزلزال والهزات الارتدادية الناجمة عنه. وتابع القول أن فرق العمل في السدود كانت في حالة استنفار بعد وقوع الكارثة، وأجريت الفحوص البصرية لهيكل سد الموصل وفحوصات أجهزة الاستشعار فيه، كانت النتيجة عدم تعرضه لأي ضرر وعدم تأثر السدود الأخرى أيضا. وقد نوه ثامر بأنه يمكن للسدود استقبال المياه الزائدة في حال وصلتها، خصوصا بسبب وجود فراغ في خزانات السدود تستطيع من خلالها التعامل مع أي وارد جديد. وأكمل بأن السدود في تركيا وسوريا بحال جيدة أيضا بحسب المعلومات الأولية الواردة عنها. وفي سياق متصل عبر هادي الخزعلي وهو مسؤول في وزارة الموارد المائية بأن هناك لجنة مشتركة من وزارة الموارد المائية والزراعة ستذهب إلى السدود لدراسة الآثار المترتبة عن زلزال جنوب تركيا، وقد أكد أنه من الممكن أن تكون هناك مشاكل بسيطة تحتاج إلى المعالجة. وقد أشار إلى أهمية السدود بالنسبة للدولة العراقية، وقال إنها محور رئيسي للماء في البلاد، وأي مشاكل فيها سوف تشكل أزمة حقيقية، خصوصا مع قلة الموارد المائية بسبب السياسات التي اتبعتها دول الجوار وسوء التوزيع بالنسبة للعراق ووجود بعض التجاوزات من السكان المحليين. الجدير ذكره أن أحمد المشهداني عضو جمعية حماة دجلة قال بأن وضع السدود في البلاد غير مطمئن، وخصوصا بعد حدوث الهزات في إقليم كردستان وفي مدينة أربيل وقد وصل مداها إلى حدود العاصمة بغداد مثل أطراف محافظة كركوك ومحافظة صلاح الدين، ويمكن أن يشير هذا إلى تأثر سد الموصل. تابع المشهداني بأن السلطات قد أهملت ملف السدود بسبب الانشغال بالملفات السياسية والأمنية، وأكمل بأنه من واجبها التعاون مع الباحثين والمنظمات المختصة وعدم الاعتماد على كوادرها فقط. هذا وقد أكد مركز الرصد الزلزالي في العراق عدم وجود أي خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة ناجمة عن زلزال سوريا وتركيا. وفي بيان له قال أن أهالي إقليم كردستان ونينوى وعدة محافظات أخرى شعروا بالاهتزازات رغم أنها تبعد 400 كيلومتر عن الحدود مع تركيا، وسبق للعراق أن شهد زلزالا قويا في وسط وشمال وجنوب البلاد بلغ 6.5 درجة على مقياس ريختر عام 2017، وراح ضحيته 11 شخصا وخلف 547 مصابا، معظمهم كان من الأقاليم الشمالية بسبب انهيار عدد من المنازل وسفوح جبلية بالقرب من أربيل. اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول.